سورة الروم وأثر الفراشة، سورة عن قديه بعض الأحداث اللي ممكن نتخيل إنها بعيدة عننا ومش ممكن تأثر علينا، لكن بمرور الأيام نلاقي أثرها وصل لنا والملايين حوالينا. حرب بين بلدين وانت عايش في بلد تالت بعيد عنهم، ولكن نتائج الحرب بتوصل لك وبتتأثر بيها بالتدريج، وممكن تغير حياتك بشكل ما كانش يخطر لك على بال أول ما سمعت عن الحرب. عشان كده متابعة أخبار الدنيا وفهم الحياة والسياسة ماشيين إزاي ده مش طرف، لأن كل اللي بيحصل حواليك بيأثر عليك. فهل الفرد ممكن يكون له دور في التغيير وسط كل ده؟ جايز لا، لكن وعيه باللي بيحصل حواليه ممكن يعمل فرق كبير في حياته هو. سورة الروم بتنقل لنا الوعي ده. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. حرب بين أقوى امبراطوريتين في العالم وقتها، الفرس والروم. كانت دايرة وقتها نواحي تركيا كده النهاردة. طب ليه الموضوع ده ممكن يكون مهم للناس في قلب الجزيرة العربية في مكة؟ ليه المؤمنين يعني يفرحوا أو يحزنوا لأي حاجة ليها علاقة بالموضوع ده؟ تفرق إيه مين ينتصر على مين؟ لو الموضوع ده حصل النهاردة هتلاقي ناس بتقولك اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. بالنسبة لوعي أغلب الناس النهاردة، الروم والفرس الاتنين ما يتخيروش عن بعض، يكشي ولعوا في بعض احنا مالنا. لكن بالنسبة للقرآن ما هماش زي بعض. جايز لأن الروم كانوا أهل كتاب مش وثنيين زي فارس، وجايز وده الأهم لأن استمرار الحرب بين الديناصورين دول بيلهيهم ويستنفذ قواهم، الحاجة اللي هتمهد الساحة لظهور قوة جديدة تالتة جنبهم. احنا دلوقتي في أواخر المرحلة المكية، سورة الروم كانت من أواخر ما نزل في مكة، في الوقت اللي أعظم قوتين في العالم ماسكين في خناق بعض في الشمال. في الجنوب كان في نقطة نور بيتولد منها قوة جديدة، وعد الله. لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عشان كده الصورة بتعرفنا دورة حياة الدول والمجتمعات وقد إيه هي شبه دورة حياة الإنسان، نمو، قوة، ثم ضعف وانهيار. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إيه اللي عملوا الناس فتسبب في ظهور الفساد في البر والبحر؟ هل هو الظلم؟ الاستعباد؟ الإسراف والبزخ على حساب الفقراء وانتشار المجاعات؟ هل هو الرؤية المادية النفعية اللي انتشرت في العالم؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يمكن كل ده وأكتر، ولكن لعلهم يرجعون. يرجعون لإيه بالظبط؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونشوفكم على خير إن شاء الله.